درجت السلطات الأمنية على ارتكاب الانتهاكات الموسمية الخاصة بفترة عاشوراء من كل سنة، وعادة ما تكون هنالك انتهاكات استباقية. هذه المرة اختلفت الإجراءات، ولكن كما يبدو بأنه لم يرق للديوان الملكي أن يمر موسم عاشوراء بدون مضايقات نسبية للحريات الدينية، فجاء الضوء الأخضر لتنشيط سعار الانتهاكات وتحفيز كتبة التقارير لدى أجهزة المخابرات للوشاية ضد الخطباء والرواديد. لذلك لا زال خط الانتهاكات الخاص بفترة عاشوراء هو خط تصاعدي منذ 2011، على الرغم من أن السلطة تحاول أن تروج لوصفها كدولة تحتضن التسامح الديني، في حين أنها على مستوى الممارسات هي ترتكب الانتهاكات الخاصة بالحريات الدينية، وتعدد الفئات المستهدفة في ارتكاب الانتهاكات. هنالك مواطنين، هنالك خطباء، هنالك رواديد، هنالك مسؤولي مآتم، وهنالك أيضا سجناء رأي في داخل السجون يتم انتهاك ممارستهم لحرية الدين والمعتقد، وهنالك أيضا تعدد في تورط الأجهزة الرسمية لممارسة هذه الانتهاكات. لدينا وزارة الداخلية، قيادات سياسية، وسائل إعلام، شخصيات سياسية وإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على الكراهية. هذا المجتمع، مجتمع الجنات المفلتين من العقاب، الذي ينشط لارتكاب الانتهاكات أمام كل فرصة، ويسعى للانتقام من الحريات الدينية. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أخفقت في تسجيل موقف ضد هذه الانتهاكات التي تحدث في موسم عاشوراء في هذه السنة، وأيضا في السنوات الماضية. وبطبيعة الحال نتوقع أن تتجه هذه المؤسسات إلى تلميع صورة السلطة وإبرازها على أنها تحتضن التسامح الديني، في حين أنها تستخدم إجراءات أمنية للتعدي على حرية الدين والمعتقد، والتي هي بصور متعددة، سواء من خلال الاستدعاءات الأمنية للخطباء والرواديد، أو الاعتقالات التعسفية، أو التعدي على المظاهر العاشورائية، نزع السواد، خطابات الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى في الصحافة الرسمية. وعلى الرغم من أن دستور 73 و2002 كان قد وضع تلك المساحة التشريعية لمراعاة ما هو موجود من ممارسات دينية درجت عليها الأعراف قبل نشوء الدولة في البحرين، إلا أن المسلمين الشيعة يتعرضون للانتهاكات قبل 1970 ولغاية هذا اليوم فيما يتعلق بالحريات الدينية. ونخشى أن مثل هذه الممارسات سوف يفرض اشتراطات لتقييد حرية المسلمين الشيعة من ممارسة شعائرهم، وهذا يتم تدريجياً إحلاله مع مرور الوقت مكان العرف السائد المكفول في القانون الحالي وفي القوانين الدولية. وقد تلجأ السلطات إلى مزيد من التضييق على هذه الحرية الدينية بصور متعددة، فضلا عن أنها في هذه الفترة منحت نفسها سلطة تقديرية موسعة تمكنها من التعسف في تفسير المادة 22 من دستور 2002، وتوظيف ذلك في التحقيق والملاحقات القضائية كأدوات ترهيب ومعاقبة ضد الخطباء والرواديد وغير ذلك.